لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. انجزام المضارعي يعني مجزومون مضارع، تأثباس منصوبون مرفوعون منصوبون مضارع عشمان كل أمر دين سر انجزام مضارع مجزومون مضارع، ويضي انجزامه بخمسة أحرف. مجزومون مضارع ببينج حرفة وكل لم يخرج وبلم مجزومه ولما يحضر وبلما وليضرب وبلام أمره ولا تفعل وبلاي ناهية كأوشوار حرفة هل يكفي على مضارع مجزومة كان. وإن تكرمني أكرمك أو شرب حرفة ولا أودو تنئنك بو شرطة دو فعل مضارع مجزومة كان رزم لبني رزم لأني هروها نكتنها بو بينش حرفة وبتسعة أسماعين يعني بنو اسميش دوبارة فعل مضارع مجزومة كأونو اسم صفة ينوايا حال ينوايا متضمنة معنى إن يعني أو اسم معنى أسماء أو شرط لازمني خويا قلوا معنى إن، وهي أونو اسم جمال من وما وأين وأين وأنا ومتى وحيثما وإذما ومهما أواني. وكو من يكرمني أكرمه هركز رزم لابنيا من رزم يعني مو عليه فقس ولا سر أمي سأل أواني تريشر قياسك هريك يقلوان دو فعل مضارع مجزومة. أقول إنجزام المضارع إما بالحروف أو بالأسماء، مجزومون مضارع يا بحرف كان يا باسم كان، والحروف الجازمة خمسة يعني حرف أو حرفان كفعل مضارع مجزومة كان بينجل، أربعة منها تلزم فعل واحد شواريا فقد يكفي على المجزومة، وهي لم ولما ولام الأمر وللناهية أوانيك، وواحدة تجزم فعلين ودانيك دو فعل مجزومة وهي إني شرطية أو إني شرطية، والأسماء الجازمة أما أو اسماني كجزم أذن هي تسعة المذكورة أو نودانية كلامتنكا ذكري كردن، وهي إنما تجزم فعلين أو ينوك دو فعل مجزومة لأنها متضمنة معنى شو كمعنى من معنى إن يعني لازمني خوا قلتوا، فإن قولنا من يكرمني أكرمه في معنى إن يكرمني هو أكرمه أنا لمعنى وأجر أو رزم لابنية من رزم لو أني فتجزم فعلين ودو فعل مجزومك كما تجزمهما إن هلو كشون إن دو فعل مرارك مجزومك والمذكورة من الأمثلة ظاهرة أو أي كذكر كريال مثال كان ظاهرة والبواقي باقي كي مثلا ما تصنع أصنع هرشي توبي كي من شيك وأين تضرب أضرب هرشي كسيك مثلا تولي بدمج ليدم وأين تكن أكن تولي هركي يبي من جلبيب وأن تجد أزيد ذلك داريش من داريش ومتى تقعد أقعد هركاتي هر زمانية تو قعود كي داريش من داريش وحيث ما تذهب أثب بهركي تو بروي من بوأبي الروم وإذ ما تفعل أفعل باشا هركاتيك تو كارب كي من أو كاتا كار أكم ومهما تضحك أضحك باشا هر جوري يا هركاتيك تو بيبكني منش بيأكن وأصل مهما ما ما بولا أصلا زيدت عليه ما للتأكيد ما يتري لسا زيكرا بو تأكيد بو تماما فصار ماما ثم دوايا وأبدلت الألف هاء ألف ناور راسكا كريابه لتحسين اللفظ يعني بو جواني لفزكي ولفزكي جوان بو باش تلفز بي بكري بو تماما بعد تكرار جنبي حاربي أمر دوايا وكوشون مثلا فعل مضارع النواصبة لا منصوبات برين بأني مقدر منصوب بو لرجل بإني مقدر مجزومة بمضارع وينجزم بإن مضمرة في جواب الأشياء الستة التي تجاب بالفاء إلا النفية يعني مجزومة بفعل مضارع بإني كإنك مقدر به بإني مجزومة بها كإنك مقدر بها أو لجواب أو ششتكا وفعل مرارع لدوايفا ولجواب أو أنا منصوب بو بلام أو نفي شتاب أم إلا النفية يعني فعل مرارع لجواب نفيا أو نابي مجزوم نابي تمشاك أقر أو أنا نبو أو مرارع كان أقر فيل سربوا هل أو شوين أنا كأقر فيل سربوا منصوب بها أنك مقدر ساك فيك لاوي مجزومة بها أنك مقدر حالبي جعل النفيك،
وكو إيتيني أكرمك يعني بيبولام رذل يعني وعليه فقيز لسلو قياس. أقول وينجزم المضارع أيضا بإن شرطية حال كونها مضمرة في جواب الأشياء الستة التي يجيء في جوابها الفاء يعني مضارع مجزوم بها دوبارا وكشون منصوب أبو يا وكشون مجزوم بها حرف إسمانا كباسمان كردن بإني شرطية كحالي أو إن شرطية بملمر به لجواب أشياء ششقانة دا كأو ششقانة كأو مضارعة باشا ها كام أشياء ششقانة أو أشياء ششقانة كفاء لجواب يانا أحد ولي أم أو تفيل سرنيب ومجزوم بناك كأوان جاءني الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرة إلا النفي بنعم جقل النفي لوانا جاء فإن إن لا تلمروا بعده چونك إن لدواي نفي وإلمار ناكر مقدر ناكر والأمثلة ما سيأتيني أكرمك يعني ليكن منك إتيان فإكرام مني أي أتيني فإنك إن تأتيني أقرتوي ولا منيش أكرمك يعني لا تكفر تدخل الجنة كافر مبا أتيب هشت أي لا تكفر كافر مبا فإنك إلا تكفر أجر كافر نبي تدخل الجنة وأين بيتك أزرك مالتان لك يا زيارتك أي أين بيتك فإني إن عرفت بيتك أجر مالك تامزام لك يا أزرك زيارتك يا ليت لي مالا أنفقه خزق مالك مبا إنفاق مكر أي ليت لي مالا مال مبا فإني إن يحصل لي مالون أجر مالك مبا حاصل وبنبي أنفقه إنفاق وألا تنزل بنا تصب خيرا أي ألا تنزل فإنك إن تنزل تصب خيرا خير توجب وإنما أضمرت إن بعد المذكورات يبوي لدواء ذكر كراوانا وإن مقدر ذكري لأن كل منها شوك كل داني كراوانا يدل على أن الجزء الثاني مشروط بالأول وأن دليل لسروة كجزء دوامي مشروط يعني بسراوته بشرط بأولوه فيدل على أن هناك شرطا مقدرا خوي أبي بدري لسرويك لو شرطك مقدرها بخلاف النفي ولا نفي كوانية فإن مدخوله قطعي يعني مدخول نفي ترديد ثانية قطعي فلا يدل على تعليق ما بعدها بشيء دلالتناك على سرويك ما بعدك تعليق كرابي بشيئك فلا يصير دليلا على تقدير الشرط حاربي فاز دليل لسر تقديري شرط نابيت يعني النفينات يعني دليل بلا سروي كشرط يك مقدر متواجبين أم جارة بس أواك فرمي تازم توزش خلنا ويلحقه بعد ألف الضمير وواويه ويائه نون عوضا عن الحركة ولاحق أبيب مضارعه لدواء ألف ضميره لدواء واوي ضميره لدواء يي ضميره كمفرد مؤنث نونه كنونك عوز لبري حركة إني مرفوع بنك وكو يضربان ويضربون وتضربين وذلك في الرفع دون النصب والجزم وأمك أكري أونونا لدواء ضميرك وقرار أكري للرفع أهل نصب جزمانية أقول يلحق المضارع بعد ألف ضمير ووابه ويائه نون أتشسبيب مضارع ولدواء ألف ضميرك ووكيوياك نونك عوضا عن الحركة في المفرد بعوز لو حركتك لمفردها وتكون مكسورة في التثنية لتثنيان لك مكسورة به ومفتوحة في الجمع ومفتوحة به لجمع بوشي قياسا على تثنية الأسماء وجمعها أو يجب قياس بوشي تثنية اسمها لتثنية اسماء نونك مكسورة كي قياس بو جمع شن لجمع كان نونك مفتوحة كي لجمع فعل شاء مفتوحة ولحوق النوني أو بيو نساني نونة إنما يكون في الرفع فقد بحات الرفع ويحذف في النصب لحالة النصب حذف ذكره في النصب والجزم أما في الجزم فلكونها عوضا عما يحذف فيه باشا لبرو يقولون عوزا لو شتي كحسفك ليلى جزما كأيش حركة أعني الحركة وأما في النصب فللحمل على الجزم لنصب شاكا حسفي أكين لبرو كنصبك حملك بوسر جزم كلا جزم حسفي نون بو على بالي نصب شابيك بو فإن الجزم في الأفعال شنك جزم لأفعال ذا بمنزلة الجر في الأسماء يعني بجي جر حسابك ريلا اسمان فكما أن النصب محمول على الجر في الأسماء هروكو شون مثلا نصب حمرك يسجر لإسما كذلك هروجو يحمل
على ما هو بدل الجر في الأفعال. هل أو نسبة حمل كريتا سر أو شتيك بدل جر لأفعال، دي بدل جر لأفعال جزم. موافق بشرط.